وللمزيد حول استمرار ظاهرة انفلات السلاح بيد الميليشيات وانتهاكاتها ضد المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. أهلا بك معنا سيد عبد الرزاق. أهلا بك سيدي، أهلا ومرحبا. أهلا بك. كما ينضم إلينا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. لعلي أبدأ معك أستاذ عبد الرزاق، يعني الكاظمي كما تعلم يتحدث عن إنجازاته ليلا نهارا وتوفير الأمن في وقت يذبح فيه شقيقان اثنان في وضح النهار في سوق في منطقة الحصوة شمالي بابل على يد ميليشيات من منضوية ضمن حكومة الكاظمي. ما هو تفسيرك لهذا التناقض؟ سيدي، دولة رئيس الوزراء ظاهرا فشل في كل خطوة راد ينفذها ضد الميليشيات، قاصر أو مقصر هذا شيء آخر. بالنتيجة هو ما قدر يسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة. طبعا هو خطة وعمل مدروس، اغتيال هاي الشباب قبل يومين في البنوق كان اغتيال شاب وشابة، وهذا ترافقة هائلة إعلامية يعني من التابعين للميليشيات الولائية يفسرون هذا القتل على أنه عملية شخصية أو عشائرية، وهي أكذوبة. أنت تدري بالعمليات العشائرية في القتل العشائري يكون قبلها نسميها دقة، قبلها يأخذون عطوة. الاغتيالات العشائرية تكون واضحة ومعروفة، أما الاغتيالات الممنهجة للميليشيات الولائية التابعة لإيران صارت بطريقة استهتار كبير. اليوم الميليشيات قريبة على الانتخابات وتعرف هي ما لها نصيب بهاي الانتخابات، والأوامر لها تقول زرع الفوضى والقتل والاغتيال بكل المناطق. وللأسف الشديد إعلامهم الولاء المسلح كذلك، إعلامهم المسلح يرافقهم بجرائم الاغتيال اللي جاي يصير بمحافظاتنا كلها. ولطالما قلنا هاي الميليشيات ما تعرف طائفة ولا تعرف عشيرة على الإطلاق، من هو معها، من هو مع إيران هو معها، وكل من هو ضد إيران هو ضدها. ولذلك يعني تعمل على يعني زرع الفوضى داخل المحافظات العراقية في الوقت اللي مصطفى الكاظمي عاجز من فعل أي شيء. لذلك الجبهة أو المظلة العراقية للمعارضة اللي تعمل على نفس العملية السياسية برمتها، كل العملية السياسية الغير صالحة اليوم لأن تبقى بعد هذه عملية الاحتلال. أما العامري فكل كلمة قالها العامري غير صحيحة. اليوم العامري هو صار ذيل إلى قاس إلى قيس الخزعلي. اليوم الأمور بقيس الخزعلي، والعامري اللي كان يبلغ قطعاته، وأن واحد من قطعاته كل كان يقول أمريكا شركتنا في العملية السياسية، وراحوا وطاها سيف الإمام علي وراحوا وضعوا ورود على قبور القتلى الأمريكان. فهو اليوم بلقاء الأخير اللي سمعه في كل كلمة قالها كان هو كاذب وغير صادق بما يقول. السيد عبد الرزاق، يعني البعض يتساءل عن سبب تهرب خلية الإعلام الأمني الحكومي من الإعلان عن تفاصيل الجريمة بعد أن أكدت المعلومات أن مرتكبي هذه الجريمة ينتمون لميليشيا متنفذة. ما هو السبب الحقيقي لهذا التهرب برأيك؟ هل هو العجز أم التواطؤ؟ مصطفى الكاظم والأجهزة الأمنية يعني وصلت إلى درجة التواطؤ. مرة نقول عجزت هذه الفترة كلها، نقول عجزت، اليوم احنا نشوف انها متواطئة، لأن كل الملفات ما في جريمة على الإطلاق، وهذه معلومة ومو تحليل. ما في جريمة في العراق ما مكشوفة، كل الجرائم مكشوفة، وكلهم يعرفون أصحاب هاي الجرائم هم أصحاب الميليشيات التابعة لإيران. يقتل بدم بارد ويروح إجازة يقضيها بإيران إلى أن يجي إعاز من قيادات الميليشيات أو الجهاز الأمني التابع للميليشيات بالعودة إلى العراق لتنفيذ عملية أخرى. وهذا الموضوع الداخلية تعرف به، الأمن الوطني يعرف به، كل الأجهزة الأمنية تعرف به،
لكن بالاجهزه الامنيه تابعه لهذه الميليشيات ومتوافقه مع هذه الميليشيات، وهي تعطيها الاهداف وتعطيها حتى توقيت التنفيذ. شيخ يحيى، يعني عشيرة الجنابيين فجعت منذ أسابيع في 7 من رجالها، وقتل أحدهم تحت التعذيب من قبل الميليشيات. السؤال هنا، هل تستهدف هذه الميليشيات مناطق وعشائر بعينها، وما السبب وراء ذلك؟ استهداف عشيرة الجنابيين الكريمة والتي تقطن منذ مئات السنين في بغداد وجنوب بغداد يعد ضمن الاستهدافات الممنهجة لحكومات التمييز الطائفي التي يرعاها المحتل الإيراني منذ عام 2003، ووفق وصفة توافق عليها مع كل الأنظمة الحاقدة على العراق وشعبه من أجل تمزيق النسيج الاجتماعي. فبعد انطلاق التظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب والتي تعتبر المكملة لتظاهرات المحافظات الغربية، وهي التأكيد على الرفض التام لأحزاب الفساد والطائفية التي لا تجد حياتها واستمرار وجودها إلا بالجو المشحون بالكراهية والحقد وإشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وبعد أن اتضح للعالم أجمع فسادهم وجاسوسياتهم وخدمتهم لأجندة أعداء العراق بكل أشكاله على حساب دماء شعبنا، وقد وجدوا من يحمل من الخسة والدناءة، من يفتعل مجرد سبب ليعطي نفسه المبرر لارتكاب جريمته بحق الأبرياء، فيقوم بفعلته الشنيعة في وضح النهار وأمام مرأة ومسمع ما تسمى بالقوات الأمنية والتي هي جزء من الميليشيات وعناصرها جميعهم من الميليشيات التي تغض الطرف أمام هذه الجرائم، لتعود بعد ذلك بإصدار بيانات كاذبة بتشكيل لجنة تحقيق لتسويف هذه الجرائم التي أصبحت بالمئات دون أن ينال أي مجرم ميليشياوي قصاصاً عادلاً عما ارتكبه من جريمة، مما يؤكد ضلوع الحكومة وأجهزتها ووزاراتها بالتغطية على هذه الجرائم الطائفية التي تستهدف مكوناً بعينه وعشائر بذاتها. وإن الاستهداف يقع ضمن توجيه خارجي وبتواطؤ حكومي داخلي لارتكاب هذه الجرائم من أجل التغيير الديموغرافي الذي أصبح واضحا في كثير من المناطق في العراق. نعم شيخ يحيى، يعني هناك محاولات من قبل الحكومة لتمرير فكرة عدم انحيازها للتركيبة الطائفية، هذا الاستهداف إلى أي مدى يؤكد أن لا شيء تغير في العراق فعليا؟ لا يوجد شيء أخي الكريم لهذه الحكومة لتقول إنها لن تنحاز طائفيا. هذه الحكومة هي امتداد لحكومات التمييز الطائفي وهي تنفذ برنامج طائفي. هذه الأحزاب لن تجد لها مشروع في العراق إلا بالطائفية، لأنها جاءت مع المحتل كأدوات تجسس وخيانة وفساد وسرقة لثروات وتدمير الشعب، وهذا ما فعلته طوال 18 عاما من عملية التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة ولإشعال الحروب الطائفية التي أرادت أن تستمر. ولكن هناك كثير من العقلاء وهناك كثير من أبناء شعبنا الذين صمدوا وتحملوا وضغطوا على الجراح في سبيل أن لا تستمر مثل هذه الفتن التي يراد منها أن تهلك العراق وأن تدمر نسيجه الوطن. سيد عبد الرزاق، يعني هادي العامري يقول كما يعني سمعته، إذا خرج الأمريكان من العراق لن يكون هناك أي سلاح للفصائل، ما رأيك بهذا التصريح؟ منظمة بدر والمنتسبين للميليشيات اليوم يعرفوه هو مخادع، يعني احنا نعرفه رجل مخادع. يعني هذا الرجل مو هو صاحب القرار، صاحب القرار بطهران، شو وقت يرفعون السلاح وشو وقت يرمون السلاح. هذا الرجل عبارة عن منفذ الأوامر إيرانية داخل العراقي، رجل مجرم، رجل قاتل العراق، رجل قتل العراقيين، قتل العلماء، قتل الضباط، قتل شكل شخصية ضد تشتغل ضد الميليشيات أو تشتغل من أجل العراق والعراقيين.
فما يعتمد على تصريحه. كل اللقاء اللي كان يحكي فيه كله مخادع، واحنا كتبنا له رساله وقلنا له على كل كلمه قالها انه انت رجل مخادع، والخط الوطني داخل منظمه بدر اللي يقف ضد قياده منظمه بدر شرح الموضوع بالكامل، وعلى التواصل صفحات التواصل الاجتماعي نشرنا هذا الامر. ما يعتمد عليه على الاطلاق، هذول يعيشون على الامريكان، يعيشون على وجود الامريكان، نتمنى ان الامريكان يطلعون في يوم من الايام حتى يعرف هذا العاملي كيف جابوه الامريكان وكيف جعل الدبابه الامريكيه وكيف توغل في دماء العراقيين. نعم. الشيخ يحيى، يعني هناك سؤال يطرح ذاته، أين هي مواقف سنة العملية السياسية من هذه المجازر التي ترتكب ضد السكان المدنيين في المدن المنكوبة؟ أخي الكريم، هؤلاء هم مجرد ذيول لهذه الأحزاب الطائفية التي جاءت مع المحتل والتي يرعاها المحتل الإيراني. هؤلاء هم من يبحث أو يسعى لإخماد أي مطالبة حقيقية بدماء الشهداء أو المطالبة بإزاحة هذا النظام الفاسد. هؤلاء هم مكملو ديكور لهذه الأحزاب الطائفية، ولكن لا قيمة لهم لا في مناطقهم ولا حتى في العملية السياسية، مجرد إنهم يكسبون الأموال لمصالحهم الشخصية ولمصالحهم الحزبية، والتي يسعون دائما فيها على تخفيف وطأة ما تقوم هذه الأحزاب الطائفية من جرائم. يقومون بتخفيف هذه الجرائم بل وتسفيهها بل ومحاولة إعطائها مبررات بعيدة عن المنهج التي تسعى إليه الحكومة وميليشياتها بارتكاب هذه الجرائم من أجل التغيير الديمغرافي. نعم. لذلك هؤلاء لا تجد لهم أي صوت يعارض أو يمكن أن يجلب لهم الغضب من المحتل الإيراني الذين يتراكضون لتنفيذ أجنداته على حساب أهلهم وعشائرهم ومناطقهم. نعم. إذن أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، كنت ضيفنا. كما نشكر من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي، كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما.